ازيك ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهارده الكفتة بالرز الجملي، احلى كفتة. طبعا حطينا الزيت على النار، هنقلب الكفتة. قطعنا الكفتة اهي، حطينا الكفتة يا ولاد حبايبي حلوين. طبعا خلصنا البصلاية وحطينا عليها معلقة سمنة وحطينا ملح وفلفل، نخليها تتحمر. طبعا هنا الكفتة اهي تتحمر اهي. سهلة جدا مش صعبة، تفرموها عند الجزارة، ممكن تجيبوا لحمة مفرومة وتفرموها انتوا بالبصل وبالرز. هنحط الليطة، تمام كده البصلة حلوة قوي. لكن القطة حطيتها بتر الحلة هنفتحها دلوقتي في طبق وبعدين الكفتة هنحطها. الكفتة استوت اهي يا جماعة، هي اتحمرت، هنطلعها هنا على مناديل ورق ان شاء الله. طبعا الصلصة بتتسبك. الكفتة اهي حمرت، عملنا 30 بصلاية على الصلصة، حط البطاطساية على الصلصة، حطينا البطاطساية صغيرة رميناها على الصلصة، نسيبها تتسبك سنة صغيرة ونرجع لكم تاني. بصي يا حبيبتي التسبيكة اتسبكت ازاي، وريني يا فاطمة اتسبكت اهي فيها البطاطس الجميلة واستوت واتسبكت وتقلت اهي. بصي تقلت ازاي، نايمة عليها الكفتة اللي احنا حملناها. كفتة صغيرة وجميلة ازاي، حلوة ازاي، تاكلوها ألف هنا وشفا. ايه رأيكم البطاطس فيها جميلة ازاي؟ متحيقة كله، تحط ملح وفلفل اسود وبهارات وملح، نسيبها بس تاخد غلوتين بس كده، يبقى انتهى ايه الفيديو ان شاء الله. بس هنا يكون هذا الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك الشير السبسكرايب. باي.